ثم أنت أيها الوالد تابع أولادك خارج البيت، أين ذهبوا؟ من يجلسون معه؟ اسأل المدرسين والمسؤولين عن المدارس عن سلوك ولدك وتوجهاته وعن جلسائه، اسألهم، تابعه خارج البيت، فإنه ما يزال تحت مسؤوليتك في البيت وخارج البيت، وهذه مسؤولية عظيمة وثقيلة بلا شك، ولكن الله يعينك عليها إذا صدقت نيتك. ثم الولد إذا عرف منك الحزم وعرف منك أنك تتابعه فإنه يأخذ حذره ويتجه إلى ما وجه إليه، أما إذا عرف أنك لا تسأل عنه ولا تدري عنه فإنه يضيع بين البيت والمدرسة. هناك من يتخطفون الأطفال وينشرون بينهم الدخان والمخدرات والمسكرات ويلقنونهم الأفكار السيئة، وقد يكون هذا في المدرسة أو خارج المدرسة، فأنت المسؤول عنهم، أنت أبوهم وأنت المسؤول عنهم، تابعهم واختر لهم المدرسة المستقيمة بمديرها وبمعلميها وبطلابها، اختر لولدك المكان المناسب، فأنت مسؤول عنه، وفقك الله وأعانك الله. ولا تقل أنا في شغلي وهو في شغله، تذهب إلى تجارتك وإلى أموالك تنميها وتتعاهدها وتحافظ عليها ولا تحافظ على أولادك، إن تجارتك الرابحة بلا شك هم أولادك إذا قمت بتربيتهم وحسن توجيههم، فهم تجارتك الحقيقية عند الله سبحانه وتعالى، وهم الذين يدعون لك بعد موتك، وهم الذين يخلفونك في أهلك وفي مالك، فإذا أصلحتهم بتربيتهم وتوجيههم صاروا خير خلف لخير سلف، أما إذا أهملتهم صاروا حسرة عليك حيا وميتا. اتقوا الله عباد الله في أولادكم، قوموا بأمانتكم التي حملكم الله إياها، وإلا فإن الله سيسألكم عنها يوم القيامة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.